بداية بنصبح على جميع مشاهدينا عبر امتداد مسيرة الوطن الغالي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، بنصبح على سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني، بنصبح على أجهزتنا الأمنية، على جيشنا العربي المصطفوي، بنصبح على الجميع في هذا الصباح الجميل من هنا من محافظة معان. إطلالتي الأولى ستكون من ترخيص معان. تم قبل أيام بسيطة افتتاح مركز لترخيص دراي ترو، وهو الترخيص من مركب تاكسي. سنرى على أرض الواقع هذه الخدمة المميزة التي حقيقة وضعتها مديرية الأمن العام للتسهيل على المواطنين هنا في هذه المحافظة. سيكون إطلالتنا الأولى مع الرائد عامر النبات، وهو رئيس قسم ترخيص معان بالإنابة، الحديث عن الترخيص بشكل عام وعن افتتاح الفرع الجديد. يعني لنا وهبة بالأمس، قبل ما أدخل بالموضوع يعني بحب أقول مع مين بتشجعوا أنتوا بكأس العالم مونديال 2022؟ لنا وهبة مع مين وشو الفريق المفضل لديكم؟ يعني أنا أكيد من بعد قطر البرازيل. يعني إذا هيك أنا بصراحة عنابي يعني أول شيء بعدين البرازيل. أنا أول إشي رعد، أول إشي بدنا نشكرك وصباح الخير من جديد. أكيد إحنا رح ننتظرك نستكمل فقرتك لليوم. بالنسبة لموضوع بطولة كأس العالم بكرة القدم، أنا مش كتير إلي على هاي الرياضة، بس بشجع اللعب الحلو، وبداية أكيد بشجع كل النوادي العربية وتحديدا قطر. بنوجه إلى أهالينا أكيد تحية في دولة قطر، وإن شاء الله يا رب هيك نشوف الفوز ونكون فخورين دائما. يعني امبارح هيبة بجوز انا وياك طابقنا مع بعض، انا بشجع البرازيل وان شاء الله امنيات التوفيق لمنتخباتنا العربيه في هذا المونديال 2022 الذي ابهر العالم حقيقه صراحة. في افتتاح كاس العالم بالامس في قلب العاصمه القطريه الدوحه، حقيقه زينا استاد البيت المميز حقيقه في قطر وجود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مع نخبة مميزة من رؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، بوجود أيضا رئيس الاتحاد الدولي الفيفا الذي قال وصرح بأول تصريح بأن قطر ستكون الأولى على مستوى العالم في هذا التنظيم المميز الذي أبهر العالم في كل شيء. لكن خيبة الأمل كانت بمباراة الافتتاح التي يعني كنا يعني قد يعني الحمد لله منتخب قطر خسر ب2-0 أمام الإكوادور، لكن القادم أجمل إن شاء الله. صباح الخير مرة ثانية، وصباح الوطن الأجمل والأغلى والأحلى من محافظة معان. يسعد كل أوقاتك يا رعد، أكيد رح نرجع لك تباعا ونستكمل لفقرة